وللحديث أكثر حول هذه الزيارة التاريخية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب ينضم إلينا من الرياض وعبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر. أهلا بك سيد خالد في نشرة أخبار الثالثة. إذن زيارة تاريخية يعني قام بها ولي العهد السعودي ضمن جولته الأوروبية، حيث سيتوجه بعدها إلى فرنسا، ولكن يعني شهدت زيارته إلى اليونان تأسيس شراكة استراتيجية وتوقيع اتفاقيات تاريخية خصوصا في مجال الطاقة. ما أهمية هذه الزيارة وما أهمية هذه الاتفاقيات حتى بالنسبة للرؤية السعودية الاقتصادية؟ مساء الخير. عندما ننظر إلى العلاقات السعودية اليونانية والتطور الحاصل في هذه العلاقات التي تتجه نحو تحقيق الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات منها مجال الطاقة، هذا يؤكد حجم النجاح الذي حققته الدبلوماسية السعودية التي استطاعت أن تعمل على تعزيز وتقوية العلاقات والروابط الثنائية مع الدول المشاطئة للبحر المتوسط وبخاصة اليونان، وبالتالي نجحت المملكة العربية السعودية في أن تعيد تموضعها في شرق البحر المتوسط والتي تعتبر هذه المنطقة من المناطق الصاعدة المستقبلية، وتحظى أيضا بتنافس إقليمي ودولي، وبالتالي نجد أن هذا تشهد العلاقات السعودية اليونانية هي تشهد نموا متسارعا في كافة المجالات. ربما هذا ما يؤكده حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة سيدي الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان بالأمس، وبالتالي نجد أن هذه العلاقات السعودية اليونانية التي تشهد نمو متسارع هي مدعومة بثقة من قبل البلدين. وأيضا عندما ننظر إلى اليونان بشكل رئيسي نجد أنها تنظر للمملكة العربية السعودية كدولة فاعلة في النظام الدولي والاقتصادي العالمي، وتنظر أيضا للسياسة السعودية بثقة عالية نظرا لتاريخ المملكة الحريصة على تحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على الأمن والسلم الدولي. وبالتالي نجد أن رؤية السعودية 2030 لا شك أنها سوف تكون حاضرة في تدعيم العلاقات السعودية اليونانية، بخاصة وأن رؤية السعودية 2030 استطاعت بما حققته من إنجازات على الصعيد الداخلي في المملكة العربية السعودية وأيضا الخارجي على مستوى الشرق الأوسط وأيضا أيضا على المستوى الدولي أن تكون عاملا مساهما في تدعيم الثقة بالاقتصاد السعودي ليصبح عامل جذب للاستثمارات ولاعب فاعل ومساهم في تحقيق نقلة مهمة في علاقات المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، ومنها اليونان التي تنظر بثقة وأهمية للمملكة العربية السعودية ودورها السياسي الإقليمي والدولي ونجاحها الاقتصادي في إطار رؤيتها 2030. نعم الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر كنت ضيفا معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.